هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وبكل طلاب سنه ثانيه اعدادي. مكملين مع بعض منهج نيو هلو للصف الثاني الاعدادي الترم الاول. وصلت معاكم ليونت 3. النهارده ان شاء الله هناخد مع بعض يونت 3 ليسنز 1 اند 2، الجزء الاول جزء الفوكابولري والريدنج والليسننج. اتفقنا خلاص مع بعض ان هم مهمين جدا، ما ينفعش ان احنا نهملهم علشان هينفعوني في مهارات اللغه وفي حل الاسئله كويس جدا قوي. في كل الاسئله هستفيد بيهم. اتفقنا؟ يلا نستعد. بسم الله. عنوان اليونت جريت جوبز، وظائف عظيمه. تعالوا نتعرف ايه هي الوظائف دي ومين صحابها. يلا بينا. احنا دلوقتي في بيج 131. هناخد اول كلمه معانا ديت، معناها تاريخ، وبيرث معناها ميلاد. ديت اوف بيرث تاريخ الميلاد، هي اياها بس بتتكتب بطريقه تانية بيرث ديت. هيرو الاتش ساوند ها ها، خد بالك ان تي اتش بساوند ثا ثا. لازم هقول لكم اصوات الحروف بجد هينفعكم جدا في نطق كلمات الانجليزي. هيرو بطل، جينير سن يعني شاب ناشئ حديث السن، لا يعني لحد 18 سنه كده. سينيور اكبر سن منه شويه، اكبر خبره. سيرجن طبيب جراح اللي بيعمل العمليات الجراحيه. باترن راعي او كفيل. و كومبيتيشن اللي هي المسابقه او المنافسه. هاند بول كره اليد. فاينل نهائي او مباراه نهائيه. سبورتس كوتش مدرب نهائي رياضي. والنيوكلير ساينتست، نيوكلير ساينتست اللي هو عالم نووي. السي هنا بساوند الكي. تعالوا نشوف كلمات ليسون 1. ancient Egyptians، ancient Egyptians المصريين القدماء. princess أميرة. كديف ده لقب كان بيبقى زمان على بيتقال على حاكم مصر اسمه الخديوي. كديف الكي اتش بتتنطق كأنها كي بس بيبقى مقصود بيها حرف الخاء علشان مش موجود في العرب في الإنجليزي. national University الجامعة الوطنية. التي اي او ان دي خد بالك من المقطع، ارجعوا تاني لقائمة التشغيل يا ولاد، يا ولاد قوائم التشغيل دوسوا عليها هتلاقوا عليها سلسلة تأسيس حلقات الجرامر على القناة، هتلاقوا مقاطع الحروف دي اللي بتتنطق ايه. التي اي او ان دي بتتنطق شن، تساعدك في حفظ الكلمة. ناشونال، ناشونال يونيفرستي الجامعة الوطنية. كايرو يونيفرستي جامعة القاهرة، والسي بتتنطق ساوند الكي. شارك سمكة القرش. اتاك هجوم، او لو جت اسم معناها هجوم ولو جت فعل معناها هاجمة. الماضي منها اتاكت، ليه نطقتها تي 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 ساوند؟ هقول لكم في زمن في حلقه زمن الماضي البسيط. السي والكي، السي لما بتيجي بعدها الكي في اخر الكلمه بيضيع صوت السي خالص وبتتنطق كانها كي. بلبيس مدينه بلبيس في مصر. هارت بروبلمز مشاكل القلب، او اللي هي يعني تعب في القلب. experiment اللي هي تجارب علمية. primary ابتدائي. preparatory اعدادي. nuclear نووي. treatment علاجات. treatment land art. تعالوا ترن كده the page، نقلب الصفحة. listen 2 sorry. handball team فريق كرة اليد. افريكا cup of nations يعني cup كاس، ونيشنز الامم، وافريكا قارة افريقيا، كاس الامم الافريقية. افريكا cup of nations. تونس. الاس هنا بتتنطق كأنها بساوند الزد علشان بين حرفين متحركين، شايفين حرف الاي قبلها حرف الاي ايه بعدها. تونسيا دولة تونس. against ضد او في مواجهة، ماشي يعني في وش حد، هي بروبوسيشن حرف جر، ده اختصار لبروبوسيشن. جيرماني المانيا. تيم وورك يعني عمل جماعي، لما تيتشر يقول لك ان انتوا هتعملوا في تيم وورك يعني عمل جماعي. برايز جايزة. برونونس يعني معناها ينطق. تشيس شطرنج، تشيس بلاير لاعب شطرنج. ايفنت حدث. تونسيان يعني تونسي الجنسية. طيب تعالوا نشوف تصريف الأفعال الغير منتظمة.
فعل مضارع في زمن المضارع، فعل في زمن الماضي، فعل في التصريف التالت. بير يلت، بور ولد، وبورن التصريف التالت. مين يقصد أو يعني، منت منت. ثرو تي اتش ساوند الثا، ثرو ثرو ثرون. بيكم يصبح، بيكيم بيكم. تعال نشوف الكلمة وعكسها. بريف عكسها، بريف معناها شجاع، عكسها كاورد. سي بتنطق بساوند الكي. بيشنت تي اي اي ان دي بتنطق شا شا. بيشنت بيشنت العكس منها بقى، بيشنت يعني صبور. طيب مش غير صبور، impatient impatient. طيب successful يعني ناجح، وغير ناجح بقى unsuccessful. بصوا حط ال UN دي. طب similar مش متشابه، different مختلف. تعالوا بقى نشوف الديفينيشنز. اتفقت معاكم ان الديفينيشنز دي تعريفات للكلمه، بتديني معنى اعمق واكتر للكلمه، وبتنفعني قوي في سؤال تشوز. هاند بول اسبورت رياضه، with 7 players بسبع لاعبين، in a team في الفريق. They score by throwing the ball into a goal، هم بيحرزوا اهداف عن طريق برمي الكره داخل الجول، داخل الهدف. Competition an event، حدث. When people عندما الناس try to get يحاولوا يحصلوا على prize جائزة. By being بكونهم the best at something، الأفضل في شيء ما. Sports coach someone شخص ما. Teaches people بيدرس للناس how to play or improve a sport، إزاي كيف يلعبوا أو يحسنوا من الرياضة. أو أقدر أقول عليه person شخص، ده تعريف تاني يعني definition تاني. Person who trains الذي يدرب or helps أو يساعد people to do a sport، إن هم يعملوا رياضة. تعالوا نروح لبيج 133. The first person مين هو بقى؟ win، win يعني يفوز. The first person الشخص الأول، or team أو الفريق الأول، in a game في مباراة، or competition أو في مسابقة. وهي عكس lose يفقد، the opposite of lose. Junior for younger people للناس الشباب. Connected with young people متصلة بالناس الشباب، or involving young people. For اللي هم الشباب اللي أقل من 18 سنة. Senior for elder people للناس الأكبر سن، الأكتر من 18 سنة. Senior أكبر من 18 سنة. Junior أقل. More advanced or older. Surgeon بقى a special doctor، دكتور مميز، دكتور خاص مختص. Who knows الذي يعرف how to look inside a person's body، كيف ينظر بداخل جسم الشخص. To help people who are ill، علشان يساعد الناس اللي مريضين أو عيانين يعني. Scientist العالم، العالم. Someone العالم، someone شخص ما. Who does experiments بيعمل تجارب علمية. To study علشان يدرس، لكي يدرس. And find out ويكتشف about how things work، إزاي الأشياء بتعمل. تعالوا نشوف بعد كده الباترن. A person who gives money اللي بيدي فلوس. To help people or places علشان يساعد الناس أو الأماكن، زي مثلا كده بتسمعوا في المباريات الراعي الرسمي لفريق كرة القدم كذا، مثلا الراعي الرسمي فودافون، الراعي الرسمي كذا كده. ده باترون الراعي الرسمي اللي الشخص بيتكفل بفلوس، بيدي فلوس لنادي، بيدي فلوس لشخص. طيب بيرعاه، بيتكفل بيه. هيرو بطل a person that people admire، يعني شخص اللي الناس بيعجبوا بيه. because بسبب they have done، بسبب اللي بيعمله. something very brave or good، بسبب انه بيعمل حاجة شجاعة جدا او حاجة جيدة. female being a woman or a girl، ان انت كونك امرأة او بنت. female انثى، انثى. طيب تعالوا كده نشوف الكولوكيشنز المتلازمات، يعني معنى كده ان الكلمة دي لازم يجي معها الفعل ده. get married معناها يتزوج. get a job يحصل على وظيفة.
do experiment, do experiment يقوم بتجارب علمية. do start preparatory school يعني يبدأ مدرسة إعدادية، يعني يبدأ دراسة في المدرسة الإعدادية، يدخل في مرحلة إعدادي. و start a charity يعني ينشئ مؤسسة خيرية، اللي هي الجمعيات الخيرية اللي بتساعد the poor people، الناس الفقراء. win يفوز، win a competition يفوز بمسابقة. will lose a leg يفقد ساقه. lose a competition يفقد المسابقة، يخسر يعني. تعالوا بقى نروح لدرس listening وبيج 134، ويلا اسمعوا كويس، امشوا بالقلم يا ولاد كلمة كلمة معايا. فوتو 1 هنا صورة، يعني كل صورة هنتكلم عنها، تمام؟ يلا بينا نعرف بقى، هنعرف كده stories كتيرة، قصص كتيرة. فوتو 1 الصورة الأولى شوز، بتبين لنا، بتعرض عمر عبد القادر. عمر عبد القادر هو اتولد، he was born in 1994، اتولد في سنة 1994. when عمر was 22، لما عنده 22 سنة، a shark attacked him، سمكة قرش هجمته. and he lost a leg، وفقد رجله، ساقه، تمام؟ زي ما احنا شايفين في الصورة دي ان هو فقد الساق بتاعته. now he helps، الوقتي هو بيساعد other people، الناس التانية، with similar problems، اللي عندهم نفس مشاكلهم. and in مشاكله يعني نفس المشكلة عندهم، يعني معاقين. and he is an important sport coach، ودلوقتي هو مدرب رياضي مهم. طيب تمام، برافو عليه فعلا، لانه اجتاز العقبة الحادثة اللي جت في حياته وعرف يتغلب عليها. اهم حاجة ان الواحد ينجح ان هو يتغلب على اي حاجة بتواجهه. number two، فوتو 2 الصورة الثانية شوز، بتبين سميرة موسى. سميرة موسى دي was born in 1917 and studied science، ودرست العلوم at Cairo University، في جامعة القاهرة. she was Egypt's first female nuclear scientist، هي كانت أول مصرية أو أنثى مصرية عالمة نووية. and wanted to تو، وأرادت أن use an nuclear treatment، وأرادت أنها تستخدم العلاج النووي in medicine، في الطب. she died in 1952، ماتت في السنة دي. طيب فوتو 3 الصورة الثالثة دي بتوضح لنا صورة مين بقى، شوز مجدي يعقوب. he was born، هو اتولد in بلبيس، في محافظة بلبيس، in 1935. he went to Cairo University، هو ذهب لجامعة القاهرة. and became an important، وأصبح important heart surgeon، جراح قلب مهم. he then ثم helped people، ساعد الناس with heart problems، اللي عندهم مشاكل في القلب، اللي بيعانوا بمشاكل في القلب. هنا ويز دي عارفين زي كده، وزو اللي هي الأسماء الخمسة، أي الناس ذوي مشاكل في القلب، أصحاب المشاكل في القلب. for many years، لسنوات عديدة. he stopped most of his work، هو وقف عمله a long time، فترة كبيرة ago، منذ فترة كبيرة. but in 2006 he started a charity، هو بدأ في عمل جمعية خيرية، أنشأ جمعية خيرية to help children، عشان يساعد الأطفال with heart problems، اللي بيعانوا من مشاكل في القلب. رقم 4 فوتو 4 الصورة الرابعة شوز، بتبين لنا برنسس فاطمة إسماعيل، الأميرة فاطمة إسماعيل. the princess، الأميرة، was the daughter of كديف إسماعيل، هي بنت الخديوي إسماعيل. and she was born in 1853. she became a patron of Egypt's first national university، هي أصبحت الراعي الأول للجامعة الأمم، الجامعة الوطنية، للجامعة الوطنية. after gave a lot of money، بعد ما أدت فلوس كتيرة قوي. and land to help it to open in 1908. from 1908 to 1940 people called in the Egyptian university، but it يعني الناس كانوا بيسموها جامعة الأمم من السنة دي للسنة دي، لكن دلوقتي but it's now called Cairo University، اللي هي دلوقتي جامعة القاهرة. تعالوا نروح ل 136 35،
ما نزهقش ما نزهقش. درس الريدنج مهم جدا. ها وين عندما my parents عندما والدي were younger كانوا صغيرين في السن كانوا شباب lived they lived in Luxor كانوا بيعيشوا في الأقصر. Then they moved بعد كده هم اتنقلوا moved to بورسعيد to بورسعيد اتنقلوا لمحافظة بورسعيد in 1990 و my father بابايا got a job حصل على وظيفة in Cairo في القاهرة 15 years ago منذ 15 سنة. They then هم دلوقتي lived بعد كده بيعيشوا عاشوا in a small flat عاشوا في شقة صغيرة from 2005 to 2006 من سنة 2005 لسنة 2006. They moved هم اتنقلوا to the bigger flat لشقة أكبر a year later يعني سنة بعد السنة الثانية when I was born عندما أنا اتولدت. طيب تعالوا نشوف هنا Egyptian heroes الأبطال المصريين. The Egyptian handball team فريق كرة اليد المصري are heroes أبطال. ها لازم نعرف هم أبطال ليه بقى. They won the handball Africa Cup of Nations هم فازوا بكأس الأمم الأفريقية في كرة اليد in Tunisia في مدينة تونس in 2020 أو 2020 في سنة 2020. They won the final against هم فازوا بالنهائي في مواجهة تونسيا مواجهة تونس 27-23 كسبوا 27 نقطة لتونس 23 نقطة. ذات مينز هذا بيعني they are the best team in Africa هذا بيعني انهم افضل فريق في افريقيا. This is not the first time هذه مش المرة الاولى Egypt's handball team played in a final in 2019 دي مش المرة الاولى اللي الفريق المصري كان بيلعب فيها في الفاينل في النهائي. The junior team فريق الناشئين اللي هم الفريق تحت 18 سنة one فازوا the under 19 world cup بكاس العالم تمام final 32-28 against Germany ألمانيا خلاص اللي هم تحت سن 19 فازوا بالفريق اللي هو تحت سن 19 في ألمانيا. They were هم كانوا the first team أول فريق from Africa to win it أول فريق يفوزوا بي in 2018 بقى the senior team الفريق الأكبر سنا were also in the final كانوا أيضا في الفاينل اللي هم كانوا فوق 18 سنة of the Africa Cup of Nations في كأس الأمم الإفريقية but lost the final against Tunisia لكن هم فقدوا النهائي المباراة النهائية ضد في مواجهة تونس. ناو دلوقتي lots of people الكثير من الناس in Egypt love the sport بيحبوا الرياضة. Let's hope يلا نتمنى هيا بنا نتمنى the Egyptian team الفريق المصري can win competitions again ان هو يقدر ينافس مرة تانية. تعالوا كده turn the page واخر جزء في الريدنج بصوا هنا دي صورة وبيتكلم عنها وبيقول my brother أخويا أحمد loves playing handball بيحب لعب كرة رياضة كرة اليد and he is very good وهو شاطر جدا. بصوا هنا هو بيوصفه هو he at it فيها when he was 8 لما كان عنده 8 سنين he played in a junior competition for a team هو كان بيلعب في مسابقة الناشئين للفريق in our city في مدينتنا. The team الفريق didn't win مفسي but it was second لكن هو كان الثاني يعني مفسي بالدرجة الأولى لكن فاز بالثاني. أحمد is now دلوقتي أحمد عنده 21 سنة and last year والسنة الأخرانية دي he played for an important senior team بقى يلعب في فريق أكبر سن من اللي هو 18 سنة بقى أكبر سنا فريق مهم. He was very pleased هو مبسوط جدا next year السنة القادمة the team are playing الفريق بيلعب in an important competition في مسابقة مهمة جدا I hope they win it أنا أتمنى إن هو يفوزها. تعالوا نشوف بقى الجنرال نوتس على الكلمات الكلمة اللي ليها أكتر من معنى والكلمات اللي ليها معنى مختلف إيه. تعالوا نشوف when معناها يفوز فعل
الماضي منها one، التصريف الثالث one. تعال نشوف example one. Who won the game yesterday؟ من اللي فاز امبارح بالمباراة؟ فبرضو بقول الأهلي often wins، الأهلي دايما بيفوز. In the African football competition، في المسابقات الكرة القدم الإفريقية. وين يفوز بيت معناها يهزم شخص أو فريق. بيت معناها يهزم، يعني بيت عكس وين. بيت يهزم، بيت يهزم فريق. وين يفوز، وين لما أقول يفوز بس يعني أقول شخص فاز، ما قلتش هو غلب الفريق التاني، فاهمين؟ يعني بيت يعني يغلب الفريق. أذكر بقى الفريق اللي هو هزمه يعني إيه بقى. بصوا كده، سليم always beats me at chess، دايما بيغلبني. يعني بعد بيت بمعنى أصح هيجي مفعول به، بيت يهزم شخص، فلازم هيقول لي الشخص ده مين أو يهزم فريق، لكن وين يفوز وخلاص. طيب number two، sport و sports. sport الرياضة نفسها النون، لكن sports دي الصفة، الصفة. يعني لما أقول هنا sport، handball is my favorite sport، يعني كرة القدم دي رياضتي المفضلة. طب a good sport، a good sport هنا أهو بصوا، يعني لما أقول إيه بقى، محمد صلاح is a good sport، يعني محمد صلاح شخص ذو أخلاق طيبة، تمام؟ طيب هنا لكن sports بقى دي صفة. لما أقول عمر عبد القادر works as a sports coach، مدرب رياضي، سبورتس رياضي. ايه الفرق بين هي داي معناها يموت، داي ان وداي اوف بقى او داي فروم. داي ان معناها يموت، مات في سنة كذا. داي she died in 1952، هي ماتت في السنة دي. داي ان مات في سنة كذا. طيب لما اقول بقى يموت بسبب حاجة، يعني he died of cancer، هو مات بسبب بمرض الكانسر، ربنا يعافينا، او from cancer، يبقى die of او from مات، يموت بسبب. طيب تعالوا نشوف هنا page 137، ويلا بقى نشوف ال important expressions and prepositions، اهم حروف الجر واهم التعبيرات ايه. بي اما يقول لي بي يا ولاد كده، يعني هو بيقصد verb to be، بيقصد am او is او are. لما يقول لك كلمة بي كده يبقى هو بيقصد ايه، am او is او are، خلاص. طيب born in، اتولد في مكان. a long time ago، منذ وقت طويل، ده expression كده على بعضه. طيب by معناها بواسطة، دايما بيجي بعدها فعل في ing، دايما بيجي بعدها فعل في ing. people with heart problems، الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب. look inside the body معناها ينظر داخل جسم الإنسان، ويبقى بقى معناها الأدق إيه، يفحص الجسم من الداخل، تمام كده. طيب play for، يلعب لصالح فريق. for دايما كأنها حرف اللام على طول، هتلاقوها كتير قوي حرف اللام، يلعب لصالح. throw يلقي أو يرمي، throw into يرمي فيه. become the number one chess player، يصبح اللاعب رقم واحد في الشطرنج. طيب يعني يصبح اللاعب الشطرنج الأول. the number 19 world cup final، يعني نهائي كأس العالم للشباب تحت سن 19 سنة. تعالوا بقى نحل ونشوف كده احنا فهمنا ايه من درسنا دوت. يلا بينا، بفكركوا احنا في page 137. يلا بينا على اول سؤال، وسؤال تشوز بيقول لي نقط is someone، نقط is someone شخص ما، who teaches people، الذي يدرس للناس how to play، كيف يلعبوا or improve أو يحسنوا in a sport، أو يتحسنوا في الرياضة. يبقى مين الشخص دوت؟ أكيد طالما teaches يبقى هو ال sports coach، مدرب رياضي. number two، أي نقط knows بيعرف how to look، كيف look inside the body، يفحص الجسم من الداخل. to help people علشان يساعد الناس، who are ill اللي هم مرضى. مين هو اللي بيفحص الجسم من الداخل؟ أكيد السيرجن، الطبيب الجراح اللي بيكون بعمل العمليات الجراحية، فبيحتاج يفحص الجسم من الداخل. رقم 3، ايه نقط does experiments، بيكون بعمل تجارب. to study علشان يدرس، and find out ويكتشف about how things، كيف الأشياء work، الأشياء إزاي بتعمل. يبقى مين هو؟ scientist. طالما experiments
عمليه تجارب علميه يبقى الساينتست العالم. رقم 4 اول لان از ا بيرسون شخص هو جيفز ماني بيعطي فلوس تو هيلب بيبل علشان يساعد الناس اور بليسز او الاماكن. مين هو الباترون اللي هو الراعي او الكفيل اللي بيتكفل بنادي معين بمؤسسه معينه بشخص معين. رقم 5 ذا نوت ايجيبشن تيم الفريق المصري won فاز ذا اندر 19 وورلد كاب فاينل ان 2019. الفريق الرسمي اللي تحت 19 سنه بكاس فاز بنهائي كاس العالم في 2019. فمعناها سينيور، سينيور معناها بصوا لحظه كده اهي جونيور، بصوا يا اولاد اهي جونيور اللي هو الناشئ تحت سن 18 سنه وسينيور فوق ال 18 سنه. فهو بيقول لي هنا تحت سن ال 19 يبقى جونيور، سوري جونيور. رقم 6 سوبرمان از ماي فيفوريت ايه. سوبرمان دي شخصيه طبعا كرتون، شخصيه كرتونيه. فا از ماي فيفوريت ايه بقى، ايه المفضل؟ هي سيفز ماني بيبل، هو بينقذ ناس كتيره، يبقى اكيد هيرو، بطلي المفضل. رقم 7 ايه از ا سبورت، رياضه، وال 7 بلايرز بسبع لاعبين ان ا تيم في الفريق، رياضه الهاندبول كره اليد. تعال نشوف رقم 8 سميره موسى. سميره موسى دي ووز ايجيبتس فيرست، هي اول ايه مصريه، ها فيميل، فيميل اول انثى مصريه. تعالوا نشوف بعد كده احنا في بيج 138 دلوقتي ورقم 9 معايا. In 2006 في سنة 2006 مستر مجدي يعقوب started بدأ a charity، أنشأ يعني جمعية خيرية to help علشان يساعد children الأطفال with a problems with heart. heart دكتور مجدي يعقوب دكتور كبير في القلب. Number 10 before سميرة موسى، قبل سميرة موسى ايه بقى؟ In 1952 she wanted to use nuclear treatments in medicine. قبل ما تموت، قبل ايه بقى؟ ما تموت، ها يبقى before died. تمام، هي ارادت ان يعالج ان يستخدموا علاج النووي في العلاجات النووية في الطب. تعالوا نشوف رقم 11 بقى. نقط is the ability، المقدرة to work، المقدرة على العمل، well together بجد بطريقة كويسة، together in a group معا في group في مجموعة، يبقى ايه بقى ده؟ ده team work، العمل الجماعي. number عرفتوا بقى فايدة ال definitions او ال definition، بيجيب لي او ال definition نفسه بيقول لك الكلمة المقصود بيها ايه. number 12 we all hope، احنا كلنا نتمنى our nation national team فريقنا القومي will be انه هيصبح ايه بقى in the next ايه in the next world cup champion ship يعني مسابقه كاس العالم. number 13 in handball game في مباراه كره اليد you score انت بتحرز by throwing عن طريق رميك للكره the ball into ايه a goal الهدف. تعالوا نشوف رقم 14 كده they became هم اصبحوا heroes ابطال by ايه بقى great jobs، ها جوب بيجي معاها الفعل ايه دو بس بعد باي في رول كده في قاعده كده اعرفها ان بيجي بعدها الفعل في اي ان جي يبقى باي دوينج، دوينج بقيامهم بالوظائف دي. نمبر 15 علي ايه ذا نمبر 1 تشيس بلاير، اللاعب رقم واحد، اللاعب الاول في لاعب الشطرنج الاول ان هيز فاميلي في عيلته، ها علي بيكيم اصبح. Number 16 my brother نقط the school competition مسابقة المدرسة for the best poem للأفضل قصيدة، يبقى هو ايه بقى؟ فاز، فاز يعني won won. تمام يا ولاد؟ طيب تعال نشوف بعد كده هنا بقى. احنا كده خلصنا التدريبات الدرس على الجزء ده كله صح كده؟ طيب كراسة بقى اللي بناخد منها الهوم وورك، ها master your turn يلا نشوفها. تعالوا هنفتح احنا كده يونت 2 يونت 3 ليسنز 1 اند 2 جزء الفوكابلري اهو بيج 16 هتحلوا الجزئيه دي نمبر 2 ونمبر 3
وزي ما احنا عارفين ان شاء الله في درس في حلقة الريفيجن هنحلها مع بعض. اتمنى منكم ما تنسوش بجد اللايك والشير، لانه بجد بيفرق يا اولاد في مشاركة الفيديو وفي وصول الفيديو لعدد كبير من الطلبة. ربنا يوفقكم، باي باي.